تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. حابين نعرف من حضرتك تفاصيل الجو النهاردة، أهم الأخبار إيه؟ احنا طبعا يمكن خلال هذه الأيام كلنا حاسين بالارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، ونسب الرطوبة هي اللي مخلينا نحس إن في ارتفاع في قيم درجات الحرارة. ما زلنا طبعا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية لمعظمها قادم من على البحر المتوسط. نسب الرطوبة بتتجاوز 90 و95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 80 و85% في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وده اللي بيخلي قيمة درجة الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل كبير. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الصيفية المعتادة أو أعلى من المعدل بحوالي درجة لدرجتين، لأن العظمى على القاهرة الكبرى بتتراوح من 36 ل 37 درجة مئوية، لكن طبعا المحسوسة نتيجة وجود نسب رطوبة لو تكون 39 أو 40 درجة مئوية، ده طبعا بالنسبة للقاهرة الكبرى. عشان كده طقس فترة النهار طقس ما بين الحر الرطب لشديد الحرارة الرطب في معظم محافظات الجمهورية. طبعا كل ما تقدمت للمحافظات الداخلية كل ما قلت نسب الرطوبة وكل ما زادت قيم درجات الحرارة. كمان عظمة الرطوبة بتكون فترات الليل، يعني احنا فترة الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة العالية بحس بيها أكثر فترة الليل، فطبعا أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات. ممكن في بعض الأماكن نلاحظ وجود نشاط رياح في فترات المساء وساعات الليل، خاصة في الأماكن المفتوحة أو المدن الجديدة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية. سرعاته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، ممكن يساعد بعض الشيء إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل وقيم درجات حرارة أقل. كمان طبعا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، واللي بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن الشبورة المائية بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، مش هتأثر بشكل كبير على حركة المرور. نقدر نقول من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية تبدأ تختفي، الرؤية الأفقية وهي شبورة خفيفة. عايز أسأل حضرتك طبعا، يعني أبناء المحافظات الساحلية بيشعروا بنسب الرطوبة أكثر طبعا من أي محافظات أخرى، موجة الحر دي مستمرة معنا لحد امتى دكتورة منار؟ هو احنا طبعا زي ما قلنا في الاول احنا قيم درجات الحرارة مش مرتفعة، لكن الرطوبة هي اللي عالية بشكل كبير، يعني احنا بنعيش موجة شديدة الحرارة، لكن احنا بنعيش ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. ده متوقع ان هو يكمل معانا لنهايات شهر 8، تدريج ان شاء الله مع بدايات شهر 9 يبدأ ينحصر تأثير منخفض الهند الموسمي، فتبدأ نسب الرطوبة الأقل تقل وكمان قيم درجات الحرارة تقل، واحنا خلاص يصلنا على انتهاء فصل الصيف رسميا تقريبا حوالي 35 يوم صحيح. ويبدا معاه فصل الخريف، فاحنا من بدايات شهر 9 اللي بيعتبر من ضمن اشهر فصل الخريف هنبدا نحس بالتحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير. كان احنا كمان الايام دي فيها استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، ما فيش بس غير ارتفاع الرطوبه او احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره هو اللي مؤثر بشكل كبير. فعشان كده بس بناكد على كل الساده المواطنين الفتره اللي جايه، يعني لحد ما نسب الرطوبه تبدا تقل وكمان قيم درجات الحراره تبدا تقل، نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في الفترات الظهيره، وخاصه الفتره كمان اللي بيكون فيها شده الاشعه الشمسي، لان احنا قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في الظل، فبالتالي قيم درجات الحراره لو انا تعرضت لاشعه الشمس اكيد هتكون اعلى كمان من ال 39 او ال 40 المحسوسه النبذه عن الرطوبه، فبقدر الامكان لو انا اضطريت للخروج في وقت الظهيره يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، مهم جدا اتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده ممكن يساعدني احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. ممكن كمان عندنا اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، البحرين مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بس هنخلي بالنا من نسب الرطوبه الموجوده، ومثل فعل الاماكن الساحليه بتكون هي الاعلى في نسب الرطوبه. زي ما حضرتك قلتي يعني دي نصائح مهمه جدا بنوجهها للناس، وزي ما حضرتك قلتي كمان خلاص هانت، يعني 35 يوم بيفصلونا عن نهايه فصل الصيف بحرارته الشديده. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه.
نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأ من القاهرة اللي بتسجل العظمى فيها 36، الصغرى 26، العاصمة الإدارية 37، 26، اسكندرية العظمى 33، الصغرى 24، العلمين الجديدة العظمى 32، 24 الصغرى، مطروح 32، 24، دمياط 33، 24، بورسعيد 34، 24، الإسماعيلية 37، 26. ننتقل إلى محافظة السويس بتسجل العظمى 37 والصغرى 26، العريش 32، 24، كاترين 30، 18، طابة 36، 28، حلايب 37، 30، شلاتين 38، 30، شرم الشيخ 40، 31، الغردقة 40، 30. أما في محافظة الفيوم فدرجة الحرارة العظمى بتسجل 37 والصغرى 25، بني سويف 37، 25، الوادي الجديد 41، 27، أسيوط 38، 24، سوهاج 39، 25، قنا 39، 26، الأقصر 41، 27، أما أسوان فبتسجل أعلى درجة حرارة العظمى فيها 42 والصغرى 29. بكده تكون خلصت جولتنا السريعة في أحوال الطقس النهاردة. نرجع مرة تانية لزمايلنا هبة ومحمد الشاذلي، اتفضلي. شكرا ليك يا محمد.